يعتقد ستيفن هوكينج أن البشر يمكنهم تعزيز جيناتهم من خلال التكنولوجيا، لكنه يخشى أن يساهم البشر الخارقون في تدمير كوكبنا. كان هوكينج بليغاً جداً عند الحديث عن مستقبل البشرية. على سبيل المثال، لن يتمكن الناس من العيش لفترة طويلة على كوكب الأرض، سيتعين علينا الهجرة إلى كوكب آخر صالح للسكن من أجل إنقاذ جنسنا البشري. علاوة على ذلك، لا يقع كوكبنا في نقطة مستقرة. في يوم من الأيام سوف تختفي في نفس وقت اختفاء الشمس، لذلك علينا أن نفكر في كيفية إنقاذ أجيالنا القادمة. ندعوكم للانتباه إلى بعض تصريحات ستيفن هوكينج فيما يتعلق بمستقبل البشرية والأرض. طالب ستيفن هوكينج الناس بالبدء في البحث عن عوالم جديدة للانتقال إليها، ووفقاً لنظرياته، ستقع البشرية في النهاية ضحية لانقراض عالمي بسبب كويكب. كان يعتقد أنه يوماً ما سيختفي كوكبنا بعد اصطدامه بكويكب. فهم هوكينج العديد من التهديدات المحتملة الأخرى، مثل تغير المناخ، والذكاء الاصطناعي، والفيروسات، والحرب النووية. لذلك أراد أن نجد الكواكب لإنقاذ البشرية. كان ستيفن هوكينج يخشى أن تسيطر الآلات على العالم يوماً ما، وخشي أن يؤدي تطور الذكاء الاصطناعي إلى ظهور شكل جديد من أشكال الحياة يفوق البشر. لذلك طلب من الناس توخي الحذر الشديد مع الذكاء الاصطناعي وعدم تطويره ليصبح يتخذ القرارات من تلقاء نفسه. قال في مقابلة مع بي بي سي عام 2014 إن تطوير الذكاء الاصطناعي الكامل يمكن أن يعني نهاية الجنس البشري، ستنطلق من تلقاء نفسها وتعيد تصميم نفسها بوتيرة أسرع من أي وقت مضى. البشر محدودين بسبب بطء التطور البيولوجي، لا يستطيعون التنافس، وسيحلون محلهم. اعتبر ستيفن هوكينج أن الاحتباس الحراري هو أحد التهديدات الرئيسية للحياة على الأرض. حذر هوكينج مما يسمى بنقطة التحول، حيث لا يمكن وقف ظاهرة الاحتباس الحراري، ووفقاً له، لن يتمكن البشر من البقاء على كوكب الأرض بعد نقطة التحول هذه. يعتقد ستيفن هوكينج أن الفضائيين يمكن أن يضروا بالبشرية. كان يعتقد أنهم سوف يتسببون في الدمار على كوكب الأرض ويدمرون البشرية. بعض ما يقوله منطقي، لأنه ليس لدينا أي فكرة عن نوع المخلوقات التي تعيش في الفضاء أو ما يدور في ذهنهم. سيتعين على الأجيال القادمة التعامل مع هذا، حيث يتوق علماء الفلك إلى التواصل مع كائنات خارج كوكب الأرض. وقال إن مثل هذه الكائنات الفضائية المتقدمة ربما تصبح بدواً يسعون لغزو واستعمار كل كوكب يمكنهم الوصول إليه. كرر هوكينج وجهة نظره لقاء حضارة متقدمة يمكن أن يكون مثل لقاء الأمريكيين الأصليين مع كولومبوس، لم تسر الأمور على ما يرام. يعتقد ستيفن هوكينج أن الناس في المستقبل سوف يحسنون جيناتهم من خلال تطوير التقنيات المناسبة. كان يخشى أن يؤدي ظهور الرجال الخارقين إلى تدمير الأرض. يعتقد ستيفن هوكينج أنه في المستقبل سنقدم قوانين تحظر الهندسة الوراثية على البشر، لكن بعض الناس لن يكونوا قادرين على مقاومة إغراء تحسين الصفات البشرية مثل الذاكرة ومقاومة الأمراض وطول العمر.